صباح الخير، مساء الخير، على حسب التوقيت اللي بتسمع فيه الفيديو ده. معكم هشام طه، ايجيبشن فالكونز. وحشتونا جدا ورجعت لكم النهارده بفيديو جديد. والفيديو بتاع النهارده هنتكلم مع بعض على برنامج مهم جدا، مهم لكل الناس تقريبا، وهو O&O ديسك ايمج. والبرنامج ده تقريبا بكل بساطه وظيفته انه هيساعدك انك تعمل نسخه احتياطيه من اي بارتيشن موجود عندك. الكلام ده ينطبق على بارتيشن او مجلد او حتى فولدر او حتى فلاش ميموري. لا، وكمان ده انت ممكن تاخد نسخه احتياطيه من نظام تشغيل بالكامل عن طريق البرنامج ده. انا عارف ان البرنامج ده مش كل الناس تعرفه تقريبا، ومفيش حد سمع عنه كتير. طيب، هنا في سؤال مهم جدا، هتقول لي ليه انا ممكن اخد نسخه احتياطيه من البارتيشنز بتاعتي او من المجلدات او الملفات؟ هقول لك بكل بساطه يا صديقي ان فيروسات الفديه اليومين دول منتشره جدا جدا، ووارد مع استخدامك للانترنت حتى لو انت مثبت انت فيروس انك تتصاب بفيروس فديه، والفيروس ده يكون خطير جدا وملوش فك. وبمناسبه فك التشفير، انا كنت عامل فيديو على القناه بيساعدك ازاي تفك تشفير فيروسات الفديه اللي متاح ليها فك التشفير عن طريق شركات الانتي فيروس، ولكن مش كل الفيروسات بتتفك. وفيديو فك التشفير هسيب لك اللينك بتاعه في الديسكربشن الخاص بالفيديو ده، او هتلاقيه كمان في الاي اللي موجوده من فوق. ندخل في موضوعنا بقى. دلوقتي انت وارد تتصاب بفيروس فديه، يكون الفيروس ده خطير جدا وما قدامكش غير حلين بعد ما تتصاب بالفيروس. اول حل انك تفرمت الهارد ديسك الخاص بيك وتستعوض ربنا في كل الداتا بتاعتك، وتاني حل انك تدفع للمطور الخاص بالفيروس ده عشان يفك لك الملفات، ودي حاجه انا ما برجحهاش تماما. وفي الحاله دي انت هتقول يا ريتني كنت عملت كده، او كنت اخدت نسخه احتياطيه من الداتا بتاعتي سواء عن طريق برنامج او حتى عن طريق ان انا احطها على هارد خارجي. لذلك انا دايما بنصح الناس اللي عندها داتا مهمه، صور عائليه، برامج، اي ملفات مهمه موجوده عندك على الكمبيوتر، ابدا ان انت خد نسخه احتياطيه من الداتا دي حتى لو هتشتري هارد جديد مخصوص عشانها، لان اليومين دول ومع استخدام الانترنت وارد انك تتصاب في اي وقت. ده مش بعيد انك تكون متصاب دلوقتي وانت مش عارف. المهم، البرنامج ده بيعمل شبه كده بالظبط، بيبدا ان هو ياخد لك نسخه احتياطيه من الداتا بتاعتك ويحفظها لك في ملف مشفر. يعني ايه ملف مشفر؟ يعني بكل بساطه الملف ده مش هيتصاب بفيروس الفديه، وده كلام موجود على الموقع بتاعهم، مش كلام انا جايبه من دماغي. والملف ده كمان محدش يقدر يفكه غير البرنامج اللي عامله، بمعنى ان انت لو خدت الملف ده وبعته لحد تاني، او خدت النسخه الاحتياطيه دي وبعتها لحد تاني، مش هيقدر ان يفكها، لان البرنامج المخصص لفك الملفات دي هو نفس البرنامج اللي عامل الملفات دي. لذلك O&O برنامج مميز جدا في العمليه دي. وزي ما انت شايف دلوقتي انا عامل نسخه احتياطيه للبارتيشن بتاعي بالكامل، وزي ما واضح عندك البارتيشن عندي مساحته 545 جيجا، ولكن تعالى دلوقتي نشوف النسخه الاحتياطيه مساحتها كام. هتلقى مساحتها 287 جيجا. انت عارف قد ايه فرق؟ دي حاجه مميزه جدا. ده معناه انه بياخد نسخه احتياطيه من البارتيشن، لا وكمان بيقلل المساحه بتاعته. ده كده انت بامكانك عن طريق الخطوات دي انك تاخد نسخه احتياطيه من هارد بالكامل مثلا 1 تيرا بايت، وينزل معاك من مساحه 1 تيرا لحد 700 جيجا، وممكن اقل من كده كمان. لذلك قبل ما ادخل في شرح البرنامج، انا حابب اوضح لك ان لازم يكون عندك هارد خارجي تحط عليه الداتا المهمه بتاعتك. يلا بينا على الشرح على طول. بعد تنزيل البرنامج وتثبيته عندك على الكمبيوتر، هتلقى ان البرنامج ده فيه كام اختيار مهمين جدا، ولكن انا هشرح اهم 6 اختيارات في البرنامج ده، لان دول تقريبا اهم اختيارات موجوده عندك في البرنامج. واول اختيار هنشرحه مع بعض، واللي هو موجود عندك على الشمال من فوق، واللي هو الباك اب درايفز. وده بكل بساطه وظيفته انه ياخد نسخه احتياطيه من اي بارتيشن موجود عندك، سواء البارتيشن ده موجود في الهارد الاساسي اللي موجود عندك على الكمبيوتر، او حتى لو انت مركب هارد خارجي. واول ما بتدوس على الاختيار ده بيبدا ان هو يوديك لصفحه ثانيه. الصفحه دي فيها مجموعه البارتيشنز اللي موجوده عندك بالكامل. بتبدا بكل بساطه انك تحدد البارتيشن اللي انت عايز تاخد منه نسخه احتياطيه، وبعد كده بتبدا ان انت تدوس على زرار باك اب اللي موجود على اليمين من تحت، وبعدها هتظهر لك نافذه بتقول لك انت عايز تحفظ النسخه الاحتياطيه دي فين بالظبط. هتبدا ان انت تدوس على الثلاث نقط اللي موجودين على اليمين من فوق، وبعد كده بتختار مسار الحفظ. وبنصحك في النقطه دي انك تختار مسار حفظ غير نفس البارتيشن اللي انت هتحفظ فيه. ان انت دلوقتي لو هتاخد مثلا بارتيشن اي نسخه احتياطيه، هتختار مسار الحفظ الخاص بالنسخه الاحتياطيه بتاعته مثلا بارتيشن دي او بارتيشن اف او اي بارتيشن تاني غير نفس البارتيشن، وده طبعا عشان ما يعملش لود قرايه وكتابه على نفس البارتيشن وبالتالي تحصل مشكله. هو في الغالب مش هتحصل مشكله، ولكن عشان برضو يسرع معاك عمليه النسخ الاحتياطي، وده لان النسخ الاحتياطي بياخد معاك وقت كبير جدا، وده بناء على الداتا او البيانات اللي موجوده عندك في البارتيشن. المهم، بعد ما تختار مسار الحفظ هتبدا ان انت تدوس على زرار ستارت اللي موجود من تحت، وبعد كده هتبدا عمليه النسخ. ودي طبعا زي ما قلت لك بتاخد وقت على حسب البيانات اللي موجوده عندك في البارتيشن. تاني اختيار موجود معانا، واللي هو الفايل باك اب، وده نفس تقريبا الفكره اللي موجوده في الباك اب درايفز. هو بيعمل نسخ احتياطي ولكن للمجلدات والملفات، بمعنى ان انت لو عندك مثلا صور عائليه، صور شخصيه، صور مهمه جدا، ذكريات انت عايز تحتفظ بيها، عندك برامج مهمه جدا، عندك شويه ملفات شغل مهمين جدا، وعايز تاخد من كل الحاجات دي نسخه احتياطيه، تعمل ايه؟ بكل بساطه هتدوس على الفايل باك اب، وبعد كده بتبدا ان انت تحدد الملفات او المجلدات اللي انت عايز تاخد منها نسخه احتياطيه، وبعد كده بتدوس على الباك اب، وبعد كده بتختار مسار حفظ النسخه الاحتياطيه، ودي بتحفظها في اي مكان، لان
لان دي تعتبر مجلدات. وبعد ما تختار المسار بتبدا ان انت تدوس على ستارت اللي موجوده من تحت وبيبدا ان ياخد نسخه احتياطيه معاك، وده طبعا زي ما قلت لك بيعتمد على حجم الداتا اللي انت عايز تاخد منها نسخه. وتالت حاجه هنشرحها معانا واللي هي الوان كليك ايمج، وانا عارف ان احنا نزلنا مره واحده تحت ولكن ركز معايا وخليك معايا. الوان كليك ايمج دي يا صديقي بكل بساطه وظيفتها ان هي بتاخد نسخه احتياطيه من الهاردات كلها اللي موجوده عندك، بمعنى ان انت لو عايز تاخد نسخه احتياطيه مثلا من الهاردات بالكامل تقدر تعمل كده، بتدوس على وان كليك ايمج، بعد كده بيبدا انه يظهر لك على طول مباشره النافذه اللي انت من خلالها بتبدا ان انت تختار مسار الحفظ، تقدر تختار مسار الحفظ اللي انت عايزه وبعد كده تدوس على ستارت، وتقدر برده تدوس على كانسل وتختار مجلد مجلد او بارتيشن بارتيشن عادي جدا، ودي حاجه ترجع لك برده وهي ميزه مهمه جدا في البرنامج. ورابع حاجه مهمه في البرنامج واللي هي الكلون، ودي حاجه مهمه جدا وممتعه جدا جدا. الكلون دي يا صديقي وظيفتها بكل بساطه ان انت بتاخد نسخه من بارتيشن بالكامل تحطها في بارتيشن جديد، بمعنى دلوقتي ان انت لو عندك هارد قديم عليه داتا وربنا كرمك وغيرت الهارد اللي موجود معاك بهارد اعلى واحدث، دلوقتي انت عايز تاخد كل الداتا اللي موجوده عندك تاخدها مره واحده تحطها على الهارد الجديد، تعمل ايه؟ بكل بساطه بتدوس على الكلون وبعد كده بتختار البارتيشنز اللي موجوده عندك وتقول لهم روحوا لنفس البارتيشنز الجديده، والكلام ده بيتم بكل بساطه عن طريق ان انت بتختار البارتيشنز من الناحيه الشمال وتقول لهم روحوا للبارتيشنز اللي في الناحيه اليمين، وبعد كده بتدوس على كلمه كلونينج او زرار كلونينج اللي موجود من تحت، وبتتم عمليه النسخ بكل بساطه وسهوله. وانا عارف دلوقتي ان انت هتقول لي طب ما دي حاجه عاديه، ما انا ممكن اعملها عادي جدا، ايه الجديد يعني؟ الجديد ان البرنامج بينسخ لك الملفات بالكامل كانه بياخد منها نسخ احتياطيه، وكمان سريع جدا، انت ممكن تضيف اد جوبس في البرنامج بحيث ان هو يخلص بارتيشن يدخل على الثاني على طول، مش محتاج ان انت تقعد تستنى يعني. خامس اختيار موجود معانا في البرنامج واللي هو الريكفري ميديا، والاختيار ده فيه اختيارات كتيره جدا ولكن احنا هنشرح ميزه واحده منهم واللي هي الايزو فايل بيرن، والاختيار ده بكل بساطه ان انت لو عندك فلاشه مثلا والفلاشه دي محروق عليها نظام تشغيل، ايا كان بقى نظام التشغيل اللي محروق على الفلاشه دي، انت عايز تاخد نظام التشغيل ده عندك على الكمبيوتر بحيث ان انت تقدر تحرقه على فلاشه جديده. في الطبيعي لو انت حددت الملفات دي كوبي وحطيتها عندك في الكمبيوتر وارد ان في اي يوم من الايام تتفيروس او تتشال منها حاجه، ووارد برده ان انت لما تاخدها بيست على الفلاشه الجديده ما تشتغلش. طيب تعمل ايه؟ بكل بساطه الميزه دي وظيفتها انها بتحول لك كل الداتا اللي موجوده على الفلاش ميموري عندك او حتى لو معاك اسطوانه بتحولها بالكامل لملف ايزو، وطبعا احنا عارفين ملف الايزو بكل بساطه نقدر ان احنا نحرقه او نحطه على اي فلاشه جديده عادي جدا وضامنين ان الملفات بتاعتنا او المجلدات محفوظه. طيب اخر حاجه بقى نشرحها مع بعض وهي ازاي نعمل ريستوريشن للداتا بتاعتنا او نعمل استعاده للداتا بتاعتنا، وده بيتم بكل بساطه عن طريق اداه موجوده في البرنامج واللي هي الريستوريشن، ودي من خلالها بتقدر ان انت تعمل استعاده لاي فايل انت عملته او نسخه احتياطيه لوضعها الطبيعي. طيب بكل بساطه بتبدا ان انت تدوس عليه بيفتح لك مباشره الكمبيوتر بتاعك وبيقول لك اديني النسخه الاحتياطيه اللي موجوده عندك، ايا كانت بقى النسخه دي فلاش ميموري او بارتيشن او مجلد او فايل او اي حاجه، بتبدا ان انت تحدد مكان النسخه الاحتياطيه وبعد كده بيبدا ان يظهر لك قائمه ثانيه فيها البيانات او الداتا اللي موجوده في النسخه دي، بمعنى دلوقتي ان انت لو عامل نسخه احتياطيه للفايلز مثلا بيبدا ان يظهر لك الفايلز دي، ولو عامل نسخه احتياطيه مثلا لبارتيشن بالكامل بيبدا ان يظهر لك انت واخد نسخه احتياطيه من بارتيشن اي اف جي اتش ايا كان البارتيشن اللي انت واخد منه، ومن الناحيه اليمين بيقول لك انت عايز تستعيد النسخه الاحتياطيه دي فين، بحيث ان انت لو عايز تستعيدها مثلا في بارتيشن جديد او في نفس البارتيشن ايا كان يعني، ولو انت كنت عامل نسخه احتياطيه لمجلد مثلا بتبدا ان انت تدوس على سيلكت تارجت وتحدد المكان اللي هتتحفظ فيه النسخه الاحتياطيه، وبعد ما بتحدد المكان بتبدا ان انت تدوس على ريستوريشن وبعدها بتدوس على ستارت، ومبروك عليك استعدت النسخه الاحتياطيه بنجاح. وبس كده صديقي تقريبا احنا غطينا كل المهمات اللي يقدر يقوم بها البرنامج الالماني القوي جدا. ايوه البرنامج ده برمجه او تطوير الماني. المهم ما علينا، ما دام وصلت للنقطه دي من الفيديو انا بشكرك جدا 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 لمتابعتك الفيديو الخاص بيا، واتمنى دعمك معايا للقناه بلايك وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس وزور المدونه وجروب الصفحه على الفيسبوك. لو عندك استفسار او طلب تقدر تتابعنا على الفيسبوك والتليجرام والانستجرام وحتى فيديوهات التيك توك. لو عندك استفسار او طلب محتاج الرد عليه ضروري جدا تقدر تبعت لنا على صفحه الصقور المصريه على الفيسبوك، هنرد عليك ان شاء الله كل يوم من الساعه 1 الظهر لحد 7 المغرب، والكلام ده لا ينطبق على يوم الجمعه لان يوم الجمعه طبعا انتوا عارفين انه اجازه. وبس كده.